في المجتمع هو واجب ديني وواجب إنساني شكراً وواجب وطني، حتى نعطيهم الشيء الذي فقدوه وهو الجو الأسري الجو العائلي. فبهذا اللقاء نجمع أهالينا حوالين هؤلاء المسنين ونذكرهم بأن زيارتهم وبرهم واجب علينا كلنا في المجتمع. أكيد واجب علينا بر الوالدين. شكرا، يعني نتمنى لكم المزيد من العطاء معهم. شكرا لك. أيضا معي الدكتور جمال رضوان، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا بك. جمال، اليوم هل تقتصر هذه المناسبة يعني فقط على هذا اليوم في شهر رمضان أم تتكرر في الأيام العادية؟ في البداية كل عام وأنتم بخير وشكرا لحضوركم معنا، كل عام وأهلنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس وفي الشتات وهم بألف خير. هذه الحملة نحن نطلقها سنويا في شهر رمضان الكريم، وخاصة نحن نعيش في قطاع غزة في هذه الأيام الصعبة من الحصار المفروض علينا، وهذه الحملة كما اطلقناها للعام الثاني برهم واجب علينا، لان حملت هي ابائنا وامهاتنا الذين قضوا وافنوا في كل اوقاتهم لخدمه هذا الشعب، فواجب علينا الان ان نرعاهم. كيف لنا ان نرعاهم؟ يعني خاصه لا يقتصر ذلك على مجهوداتكم في المركز من خلال المواطنين، من خلال فكره المجتمع ايضا لرعايه المسنين في المراكز. طبعا احنا دائما رعايه المسنين هو واجب على كل فئات الشعب الفلسطيني، ليس على مركز المسنين فقط، هي واجب على جميع التجار وجميع المحسنين من اهل الخير، ولذلك هذه الحمله اطلقناها حتى ننوه ونوصل صوت المسنين الى كل افلاء شعبنا في القطاع وخارج القطاع ايضا. ونتمنى ان يصل هذا الصوت. شكرا لك دكتور جمال رئيس مجلس اداره مركز الوفاء لرعايه المسنين، ونبقى معكم مشاهدينا الكرام في ان نعيش اجواء من فقرات الحفله هنا، خليكم معنا. كل عام وانت بألف خير. وانتم بالصحة والسلامة وتربينا. قولي كيف أمورك اليوم؟ اليوم يوم مشهود لأنه في تاريخ نشعر كأننا بين أحضان الطبيعة وبين أهالينا وننسى جميع الهموم والمشاكل ونتجه إليكم. إن شاء الله عمو دائما تكون مبسوط بهي الفعالية وتكون بالأجواء هاي التفاعلية الحلوة. بنقولك كل عام وانت بألف خير وربنا يطول في عمرك إن شاء الله. شكرا لك. خلينا نشوف حجتنا كمان. حجتنا كيف حالك؟ الله يسلمك الحمد لله. كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير يا أختي. كيف رمضان معك؟ والله الحمد لله كويس منيح. قوليلي بهاي الفعالية اليوم شو شعرتي وانت بجانب الناس وهاللمة الحلوة؟ شعرت بالإخوة والأخوات اللي بناحهم والمبسوطين معايا والمبسوطة معاهم. هلأ حاجتي بقولوا إن البيت بدون الكبار ما بيسوى أي حاجة. وفعلا يعني الخير في كبارنا. شو رأيك؟ والله الكلام مظبوط 100%. يعني أنت هلأ شو بتتمني؟ إن شاء الله ربنا يطول في عمرك في الأيام هاي. شو بتحبي أكتر حاجة بتكوني سعيدة فيه؟ يعني احسن شيء يكون سعيده اللمه الحلوه، ملمومين نكون مع بعض. ما تكون في رمضان بس، تكون طول الايام كل دايما ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يقويك ان شاء الله. خلينا نشوف كمان حجتنا. كل عام وانت بالف خير. خلينا نشوفك. كيف امورك؟ نشكركم كثير كثير على انت منوره اليوم معنا. قلبكم والله على اشهد بالله انكم اخلصتوا من الشيء اللي يريده الله. شو أكثر إشي عجبك في حفل اليوم؟ والله كلك عجبني، كله كويس والله. كتبتي كتابي الشوقي مني إليكم وكل أملي إني أعود إليكم، وانطال حكم الله بيني وبينكم، مت غريب والسلام عليكم. إن شاء الله يا حج، إن شاء الله، أنت كلك أمل. من عايبين إن شاء الله يا حبايبي. إن شاء الله دائما يا حجتنا تكوني سعيدة اليوم. مش في رمضان، في كل الايام ان شاء الله. كل عام وانت بالف خير. شو بتقولي؟ بتعيدي على حدا؟ ان شاء الله بنعيد على ابو مدحت وعلى جميع الاخوان اللي اذونا، نشكرهم على المعامله اللي عملوها. اشهد بالله ام بالواجب الزياده، وبارك الله فيكم. تسلم يا حجه، كل عام وانت بالف خير، ربنا يقويكي.
مشاهدينا الكرام، نتمنى دوما أن نرسم البسمة على شفاههم، ونأمل لآبائنا وأمهاتنا بطول العمر وتمام الصحة والعافية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، بالعودة إلى استديوهاتنا في رام الله واستكمال مشوار فلسطين هذا الصباح، ويسعد أوقاتكم من جديد. أهلا فيكم من جديد مشاهدينا. نتحدث بهالمحطة الصباحية عن حملة صامدون باقون في القدس، هذه الحملة التي ينظمها سنويا إقليم حركة فتح في القدس، والتي تأتي تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك وقربنا من عيد الفطر السعيد، حيث يتخلل هذه الحملة توزيع الطرود الغذائية وكوبونات الشرائية للعائلات المرابطة بالقدس، والتي بهدف أساسي منها هو لدعم صمود أهل القدس وصمودهم اتجاه كل هذه الإجراءات التي يواجهونها من قوات الاحتلال ومن معاناة أيضا على كافة مجالات الحياة اليومية. صحيح نورة، يعني مشاهدينا احنا راح نتحدث في تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة كفاح ردايدة، عضو إقليم حركة فتح في القدس. صباح الخير. مشاهد فيكي، يسعد صباحك. يعني خلنا نتحدث عن طبيعة هاي الحملة، حملة صامدون باقون في القدس. في البداية الحملة هذه السنة عنوانات بأنه صامدون وباقون في القدس، كونه من انطلقنا من مرحلة أنه كفلسطينيين نواجه تصفية لقضيتنا الفلسطينية ولقضيتنا الوطنية بصفقة القرن التي يدعي ترامب بعرضها. بناء على ذلك تم كحركة فتح تم تحديد اهتماماتنا في هذا العام بصمود المقدسيين في مكانهم، بصمودهم في عاصمتنا الأبدية اللي هي القدس. بالتالي اتجهنا لأنه نوصل لشريحة كبيرة اللي هي بالمجتمع المقدسي. احنا بنحكي اليوم أنه تقريبا المقدسيين بيعانوا من خط فقر، أكثر من 70% منهم يعتبروا ضمن خط الفقر، فبالتالي العائلات المقدسية جميعها بحاجة للصمود، جميعها منهكة من المخالفات، من الضرائب، من اعتقالات أطفالهم. بالتالي أي أسرة مقدسية نساعد في رباطها وصمودها في القدس هو عنوان مرحلتنا ونضالنا في المستقبل. يعني تأتي هذه الحملة كما سنويا في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي يتجه الفلسطينيين عامة للمسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه، وخصوصا أهل المدينة المقدسة المقدسيون الذين يرابطون في المسجد الأقصى المبارك، العلاقة فيما بينكم وهذه اللحمة طبعا التي يشهدها شعبنا في هذه المرحلة. أنتم تقومون بتوزيع طرود غذائية، كوبونات للشراء، وبعض فعاليات هذه الحملة نتحدث عنها لدعم صمود المرابطين والمقدسيين في القدس. هذه الحملة فيها جزء لوجستي وجزء اللي هو دعم صمود لأسر عديدة. الجزء اللوجستي فيها أنه كافة كوادر حركة فتح بتستنفر في خلال هذا الشهر الفضيل لتنظيم زيارة الزوارنا من القدس ومن خارج القدس. شهر رمضان هو مناسبة لكل المقدسيين، هي مناسبة سعيدة لأنه هي الشهر الوحيد اللي بالإمكان الفلسطينيين من كافة المناطق نوعا ما زيارة القدس بخلال هذا الشهر الفضيل استغلاله، لأنه في كافة الأشهر المختلفة في خلال السنة بيكون تضييقات من خلال سلطات الاحتلال. فبالتالي هذا العام يعتبر أو هذا الشهر يعتبر هو فرصة للقائنا لأحبائنا وإخواننا من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ولسوء الظروف الحالية الموجودة في قطاع غزة حرمنا من لقائهم هذا العام، ونبرق لهم كل التهاني ونحييهم على صمودهم والرحمة لشهدائهم، وإن شاء الله الشفاء العاجل لكل الجرحى المصابين خلال مسيرات العودة اللي كانت موجودة في الفترة الماضية. بالتالي انه احنا كمقدسيين بنشوف انه وكفتحاويين دورنا بهذه الفترة هو تعزيز الصمود المقدسي. عندما ترى انه بلدية الاحتلال قررت صرف 2 مليار شيكل بعد قرار ترامب لتهويد المدينة، فبالتالي ارتأينا ان نرى باتجاه وضع المعالم الفلسطينية على هذه المدينة، وذلك ككل عام نستمر في تزيين الأحياء المقدسية
في كافة أحياء البلد القديمة، صحيح. في كافة أحياء القدس نحاول إضافة هذه الزينة. نستهدف أيضا لجان النظام لتنظيم المصلين، ولكي لا ندع هناك فرصة لجيش الاحتلال أو الشرطة التدخل في المصلين، كونه هذا المسجد هو مسجد مسجد الأقصى، مسجدنا، مسجد الفلسطينيين، وهو لا يعدو كونه غير مسجد إسلامي، وقف مقدس لنا كفلسطينيين. فبالتالي نحاول أن نحد من تصرفات وتدخلات الاحتلال. الجزء الآخر اللي هو صمود العائلات المقدسية نفسها، حتى اللحظة تم استهداف 3000 عائلة. هدول العائلات هم من داخل الجدار وخارج الجدار في القدس، تم استهداف المحافظة كاملة، وأيضا تم استهدافهم بعدة أنواع من النشاطات، منها كوبونات اللي هي بدل طرود غذائية، وارتأينا أن تكون كوبونات حتى يتم الاستفادة من شخصين اللي هم التجار والمواطنين أنفسهم، يعني صحيح، التمكين الاقتصادي للتجار. نتحدث عن التجار والعائلات مع بعض، كيف قدرتوا أنكم توصلوا لهم؟ عن هاي المعايير والأليات اللي بتتبعوها لمساعدتهم وتقديم المساعدات لهم من خلال الطرود الغذائية أو الكوبونات اللي بتوزعوها عليهم؟ نحن نستطيع استقبال أي عائلة تحتاج إلى شيء في مقر الإقليم نفسه، هذا الجزء الأول في خلال هاي الحملة. الجزء الثاني هو عبارة عن مناطق تنظيمية، لدينا في القدس مناطق تنظيمية، بالإمكان كل منطقة تنظيمية أن تقوم بمسح اجتماعي لمنطقتها التنظيمية ورفع الأسماء التي تراها مناسبة. محافظة القدس، صحيح، مش مدينة القدس. لا هي مدينة القدس، هي المحافظة نفسها، ولكن لا نعني تقسيمات الاحتلال، لا نعترف تقسيمات الاحتلال في داخل الجدار أو خارج الجدار. فبالتالي نحن نتحدث عن كافة المحافظة، يتم رفع هذه الأسماء بناء على معايير مسح اجتماعي. وأي عائلة، وهذه رسالة طبعا للعائلة المقدسية، إنه أي عائلة يروا في أنفس إنه نستطيع أن نساعدهم في صمودهم، بإمكانهم التوجه لمقر الإقليم أو للمناطق التنظيمية نفسها. الجزء الثاني غير الطرود هو إنه في عائلات معينة اللي هي كسوة عيد للأطفال، وذلك لإدخال الفرحة على أطفالنا المقدسيين. يعني الهدف منها إنه الأطفال المقدسيين يعانوا الكثير، إذا استطعنا أن نرسم ابتسامة على وجوههم بالتالي هذا إنجاز، نستطيع أن نقدره، ونستطيع أن نرسل هذه البسمة للعائلات، للأهالي الذين لا يتمكنوا من رسم هذه البسمة على وجوه الأطفال. هذه معظم الأشياء التي نستطيع التدخل فيها. الحالات الإنسانية ليس فقط في رمضان، وإنما في كافة العام، يعني أنه نستطيع أن نستقبلها ونحاول أن نساعدها بقدر الإمكان، وذلك بالتعاون. بالإمكان أن نشكر هنا وزارة القدس ومحافظة القدس، كونوا عدة نشاطات نقوم بها بيكون بالتعاون معهم وبدعمهم. نعم، تحدث عن عملكم كإقليم حركة فتح في القدس، خصيصا يعني بعد هذا شهر رمضان المبارك، بعد عيد الفطر السعيد، يعني تحضيراتكم لاستكمال هذا العام. هذا العام سيكون هناك تركيز على تعزيز الهوية والمنهج الفلسطيني في التعليم، كونه التعليم مستهدف جدا في القدس، فبالتالي هناك رؤية لدينا وتوجه في تعزيز الهوية الفلسطينية في المدينة المقدسة، كونه بلدية الاحتلال وحكومة الاحتلال تحاول طمس المعالم الفلسطينية في الأحياء وفي المدن وفي الثقافة الفلسطينية لدى الطلبة، واستهدفتهم بوضع امتيازات عالية لهم ودعوتهم للذهاب للجامعات الإسرائيلية أحيانا بدون رسوم. فبالتالي هناك تحدي كبير لنا للمحافظة على هويتنا، وذلك شيء نقوم به كحركة فتح، ولكن بالإضافة لكافة الفصائل في القدس. بالإمكان الإشارة هنا إلى أننا متحدون، كنا نرى أن العدو الوحيد لنا هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد كنسنا كمقدسيين، دون التمييز بين أي فصيل ننتمي، دون التمييز لنا ماذا نكون، هو يريد فقط تفريغنا من هذه المدينة وطردنا. فبالتالي رسالتنا كمقدسيين هي الوحدة الفلسطينية أهم شيء بالإمكان تحقيقه، ورسالتنا هي صمود الفلسطينيين المقدسيين. نحن كحركة فتح ارتأينا أن هذه وسيلة لتعزيز صمودهم، ولكن ذلك ليس كافي، يعني بالمقارنة بما يصرفه الاحتلال وبما يقوم به، هذه مبادرة صغيرة نرتئيها كحركة، ونشجع البقية الفلسطينيين للقيام بهذه المبادرات أيضا لتعزيز صمود المقدسيين. أكيد هون نتحدث عن جانب اللي بتقوموا فيه بتوعية المقدسيين نفسهم من خلال مثلا شهر رمضان الفضيل، يعني عدم الشراء من الطرف الآخر، الشراء أو تمكين التجار المقدسيين، هذه النشاطات اللي بتقوموا فيها أيضا في القدس. هناك وعي لذلك كمقدسيين،
ولكن رسالتنا هنا يمكن أن نوجهها لزوارنا من أماكن مختلفة من الأراضي الفلسطينية وزوارنا من الخارج. كون هناك زوار وسياحة دينية في شهر رمضان بتكون مسلمين من كافة أنحاء العالم وأيضا من الأراضي الفلسطينية، فنحن ندعوهم للشراء من المحلات الفلسطينية لدعم هؤلاء التجار، كونوا يعانون من فرض ضرائب عالية جدا وهي بهدف إغلاق محلاتهم، بهدف تفريغهم من البلد القديمة. فبالتالي نحن ندعو الفلسطينيين كافة للشراء من هؤلاء التجار، للشراء من سكان البلد القديمة، من الأحياء العربية، شارع صلاح الدين، شارع سلطان سليمان، شارع الزهرة، هي شوارع ملاصقة للبلد القديمة. تمكين هؤلاء التجار يساعد في تمكين المقدسيين وصمودهم، وهي رسالة بمحبة نرسلها لكافة زوارنا. طيب، يعني تحدثت انه خلال عملكم خلال شهر رمضان المبارك تقومون بتنظيم دخول المصلين للمسجد الاقصى المبارك، يعني وبهذه الفتره الفرصه يعني لكل الفلسطينيين للذهاب والصلاه في المسجد، يعني خططكم لتنظيم عامه سواء كان المقدسيين او كان الزوار ايضا والسياحه الدينيه في المسجد الاقصى. هي هناك لجان نظام، لجان النظام تتولى دخول، تعلمين أنه هناك العديد من المصلين، يكون أعداد هائلة من المصلين خلال فترة الصلاة، وأحيانا يكون هناك حشودات وكيفية الخروج والدخول وفي صلاة التراويح يوم الجمعة. فبالتالي هذه اللجان تساعد على دخول المصلين وخروجهم دون حوادث فيما بينهم أو دون اصطدامات أو اختناقات، لأنه هذا الموضوع هو بحاجة للتنظيم. وهناك أيضا متطوعين من الإسعاف، يعني معظمهم من الهلال الأحمر أو متطوعين من كوادرنا، نحن نوجههم كل عام، وأحيانا في جزء منهم ينتقل من المناطق التنظيمية نفسها بتسيير خطوط المصلين من البدايات، من بداية البلدة القديمة، أبواب البلدة القديمة، ليس فقط خلال المسجد أو أبواب المسجد. شكرا كثير لك دكتوره كفاح رديدي، عضو اقليم حركه فتح في القدس. وكمان مره بس بدنا نرجع نذكر كيف ممكن يتواصلوا معكم اي عائله محتاجه حابين يستفيدوا من هاي الحمله. بالامكان التوجه اما لامناء سر للمناطق التنظيميه الموجوده في كل موقع، او من خلال التوجه مباشره لمقر الاقليم، ونحن نكون سعيدين باستقبالهم ومحاوله تعزيز صمودهم. شكرا لك وشكرا لكافه المشاهدين. شكرا لك، يسعد صباحك مرة أخرى. ومشاهدينا بنواصل إحنا مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح، نخصص محطتنا القادمة هو لمرضى السكري خلال شهر رمضان المبارك. نقدم لكم بعض النصائح من أخصائية التغذية زميلتنا ميرال منصور في هالفقرة المسجلة لمشاهدينا، شاهدها معا. يسعد صباحكم مشاهدينا، وكل رمضان أنتم بألف خير. فقرة التغذية لليوم رح تكون عن مرض السكري. بدي أطلب من كل الأشخاص اللي بيعانوا من سكري إنهم يركزوا معنا، لأنه رح نقدم نصائح غذائية ونمشي معكم من الفطور لغاية السحور لحتى تبعدوا عن أي مشاكل وتصوموا بصحة خلال الشهر الفضيل. خليكم معنا وتابعونا. النصيحة الأولى اللي بدي أبلش فيها، بدي أطلب من كل الأشخاص اللي معهم سكري قبل رمضان يعملوا زيارة للطبيب الخاص فيهم على أساس يعملهم تعديل على مواعيد الأدوية، بالإضافة أنه يعملهم الفحوصات زي فحص الصيام والفحص التراكمي على أساس يقرر هل هذا الشخص بيصوم أم لا. لكن النصيحة اللي حابة أحكي لهم إياها أنه أغلب الأشخاص إذا اتبعوا النصائح الغذائية فهم بيقدروا أنهم يصوموا من دون أي مشاكل. النصيحة الثانية، بدي أكد على ضرورة توزيع الوجبات بالتزامن مع الأدوية على أساس نمنع أي حالات ارتفاع أو هبوط في مستوى السكر بالدم، لأنه اللي بصير أول ما يعرف الشخص أنه معه سكري بيستثني من حميته أي شيء فيه كربوهيدرات زي رز، زي برغل، زي فريكة، زي خضرة، زي فواكه، وهون بصير عرضة لحالات هبوط في مستوى السكر بالدم. هذا الإشي اللي ما بدنا إياه خلال شهر رمضان المبارك. فاللي بدي أكد عليه أنه مريض السكري بده هاي النشويات، لكن الأهم شو نوعيتها وشو كميتها وكيف بدي أوزعها على طول الفترة ما بين الفطور لغاية السحور. خليكم معنا عشان نشوف شو مريض السكري لازم يأكل. زي ما
انتم شايفين مشاهدينا في امامنا مجموعه من الخيرات الغذائيه، خلينا نبلش في وجبه السحور. وجبه السحور من اهم الوجبات اللي لازم يحرص عليها الناس بشكل عام، واذا بنركز عليها مره للشخص العادي فبدنا نركز عليها 100 مره لمريض السكري عشان تحافظ لي على مستوى السكر بالدم. وما بدنا نسمع اي حجج، وبنحب نحكي لهم اذا بدكم يمر صيامكم من دون اي مشاكل بدك تحرص على وجبه السحور. بس شو مكونات وجبة السحور هاي؟ بده يكون فيها خبز، لكن يفضل انه تكون فيه خبز اسمر ويكون فيه مصدر للبروتينات، وانا حاطه هون مثال عليه الجبن البيضاء، لانه الخبز الاسمر مع مصدر للبروتينات بعطيني شبع لفترة اطول. وبدي احط حصة فواكه وحصة خضرة، وما بدنا ننسى اكيد الحليب عشان ما يصير عندي نقص بالكالسيوم وفيتامين دي وفيتامين بي 12. بعدين نيجي على وجبة الافطار. وجبة الافطار الصحية لازم نكسر صيامنا بكاسة مي، بس ما بدنا نبالغ في المي على اساس ما نصد وتاخذ مكان الاكل الثاني. بعدين نمشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبدنا ناخذ التمر. وبحب احكي لكم انه ثلاث تمرات هي عبارة عن حصة فواكه، والتمر يعتبر مصدر فوري للطاقة. بعد ساعات الصيام طويلة انا بدي طاقة، فافضل مصدر ابلش فيه اللي هو التمر، بالاضافة انه غني بالبوتاسيوم، لانه غالبا مريض السكري بيكون معه كمان ضغط، فمن الخيارات المنيحة عشان يعدل لي مستوى الضغط عندي الياء لهو التمر. بالإضافة إنه في مجموعة من الألياف اللي بتحميني من الإمساك اللي بيكونوا معرضين إلها الناس خلال فترة رمضان. بعدين بدي أخذ صحن الشوربة. أول إشي رمضان هلأ حار وعماله بيجي عنا بالصيف، فأنا بدي مصدر للسوائل، وأحسن إشي إنه يكون عندي الشوربة، لكن يفضل إنه تكون الشوربة هاي كمية الدهون فيها قليلة، يعني نقلل كمية الزيوت، نقلل فيها الكريمة والحليب عالي الدسم اللي ممكن ينضف لها، ونخليها شوربة طبيعية. بالإضافة إنه بدي أحرص أخذ أعير، بدي يكون عندي مصدر نشويات. أنا حاطة هون الرز، ممكن ناخذ كمان برغل، ممكن ناخذ فريكة، وممكن ناخذ حتى معكرونة. وبدي مصدر للبروتينات، أنا حاطة هون مثال عليها الدجاج، ممكن أخذ كمان سمك، ممكن أخذ كمان بقوليات، لأنه ضلنا نحكي إنه البروتينات مصدرها حيواني ونباتي، وأكيد اللحمة مصدر مهم كمان للبروتينات. حاطه هون كمان يخني، يخني مصدر عشان اخذ الخضره، انا خضره ممكن اخذها فريش، ممكن اخذها كيخني، ممكن اخذها كمان كخضار مشويه. وكمان ما بدنا ننسى صحن السلطه. الفكره بدنا شيء خفيف نبلش فيه قبل ما ندخل على وجبتنا الدسمه، يا شوربه يا سلطه، على اساس نمهد لمعدتنا بعد ساعات صيام طويله، بعدين نروح على الوجبه الرئيسيه. عشان اذكركم مشاهدينا، رح يكون في عنا المي والتمر والشوربة، رح يكون عنا الخضار اللي هي سلطة واليخني، وما بدنا ننسى أكيد النشويات اللي حاطة عليها مثال الرز، والبروتينات اللي هو الدجاج. بعد هيك بدنا ننتقل لوجبة العشاء. دائما بننصح مريض السكري خصوصا انه ياخذ وجبات صغيرة ويوزعها ما بين الفطور للسحور على اساس يحافظ على مستوى السكر بالدم. انا هون حاطة امثلة عليهم، عنا ميلك شيك اللي هو حاطة هون موز وحليب، والحليب مصدر عشان الكالسيوم اللي بدي اعوضه زي ما حكيت اللي احنا معرضين للنقص فيه خلال فترة رمضان. مش غلط لو اخذنا كب كيك، لكن هذا الكب كيك يفضل انه يكون مصنوع من طحين النخالة اللي بتكون كمية الالياف فيه عالية وهو مفيد لمريض السكري. وحتى مثال مش غلط لو اخذنا كمان حفنة مكسرات، المكسرات غنية بالاوميجا 3 وفيتامين اي المهم لنضارة البشرة، ودهون غير مشبعة انا بدي اياها اكيد عشان تحميني من الامراض. هلا المجموعات اللي بشكل عام اللي انا بدي اياها بدي اركز عليها النشويات، انا حاطه مثال عليها الفريكه والخبز الاسمر، لكن عشان نوضحها ما في اي فرق بالسعرات الحراريه بين الخبز الابيض والخبز الاسمر، لكن احنا دائما بنحفز الخبز الاسمر لانه كميه الالياف فيه اعلى، وجود الالياف عندي بالامعاء بتيجي بتمسك عندي بالسكر وبتخلص لي منه برا الجسم وما بيتم امتصاصه، بالتالي ما برتفع عندي مستوى السكر بالدم. كمان بدنا نحرص ناخذ الخضار والفواكه، لانه الخضار والفواكه غنيه بالمي فهي بتعطيني الانتعاش، وزي ما حكيت بتعوض السوائل اللي انا معرضه اني افقدها خلال فتره الصيام، بالاضافه انه غنيه بالفيتامينات والمعادن اللي انا بدي احرص برضه اني اعوضها خلال فتره الصيام. كمان ما بدنا ننسى السمك، لانه اغلبنا وجبه الافطار بحضر الدجاج واللحمه وبينسوا الاسماك، بننسى انه الاسماك غنيه بالاوميجا 3، للكبار بالعمر هي بتساعدهم انه تحميهم من الامراض، وللصغار بتزيد عندهم معدلات الذكاء. واخر شيء بدي انهي حكي فيه، ما بدي انسى الحديث عن العصير والكولا. للاسف اغلبنا مجرد ما يسمع الاذان بيحكي الله اكبر ببلش بالعصير كاسه ورا الثانيه كمصدر بديل للمي،
واغلبنا عنده فكره انه ما يهضم الا لما ياخذ المشروبات الغازيه. حابه احكي انه الكولا والعصير بشكل عام نبتعد عنهم عادات صحيه خاطئه بالتحديد لمريض السكري، لانه بتحتوي الكاس الواحده تقريبا على 6 معالق سكر، واحنا بغنى عن هاي الكميه الكبيره من السكر. ممكن نستبدلها بالكركديه، بالتمر الهندي، بالعصائر الرمضانيه الزاكيه، لكن بدنا ننتبه انه بدنا نقلل من كميه السكر المضاف، واكيد ما بدنا ننسى المي لانه ما في شيء بغني عن المي. بدنا تقريبا نوزع 8 كاسات من المي ما بين الفطور للسحور. والشغله الاخيره اللي حابه انهي فيها انه ضروري نعير، لانه غالبا وجبه الافطار بيكون فيها رز، بيكون فيها خبز، بيكون فيها بطاطا مشويه، بيكون فيها ذره. هذا الحكي معناه كميه كبيره من النشويات عمالها بنستهلكها، فانا لازم اكون محدده صحني ومحدده الشغلات اللي بدي احطهم داخل صحني. وهي هي كانت ابرز المعلومات اللي قدمناها لمريض السكري. بتمنى تكونوا استفدتوا. ضلوا معنا لفقرات جديده وافكار جديده لرمضان. مشاهدينا، هلا رح ننتقل لفقرة جديدة في صباحنا لليوم، رح نتحدث فيها عن أهمية خلق اتزان في المكان، يعني أهمية الديكور. نورة، قديش مهم إنه الديكور أحيانا بيجلب الطاقة الإيجابية، وكيف ممكن إحنا نستغل هاي الطاقة والمكان نفسه ليعود علينا بإيجابية معينة بيومنا. ولنتحدث أكثر في التفاصيل رح نستضيف معنا اليوم أخصائية التنمية البشرية في مجال الطاقة إيمان الطريفي. سعد صباحك. صباح الخير، صباح النقاء والصفاء للجميع. أهلا وسهلا فيكي. العديد منا ممكن أنه يشعر أنه هو متأثر نفسيا أو في داخله طاقة سلبية ولكن ما بعرف مصدرها، ولكن يمكن إذا بحث في المنزل، ديكور المنزل، اتزانه، نظامه، ما يكون يعرف أنه هو هذا المنزل هو اللي عم بخلق هذه الطاقة السلبية. كيف ممكن نوضح للمشاهدين عن خلق الطاقة الإيجابية في المنزل، أهمية المنزل اللي يكون فيه نظام، أهمية هذا النظام أنه يعطي الراحة النفسية والتأثير الإيجابي لدى الأفراد اللي ساكنين في المنزل؟ فعلا مثل ما قالت نورة انه الاتزان بيكون من الديكور، من الالوان، من المكان، بيعطي ذبذبات معينه ان تحسي فيها انه انت طاقتك سلبيه. بدي احكي انه للتنميه والتنميه المستدامه انه انت بتحبي تكوني منتجه كل الايام، ما بتحبي اي ساعه تروح بفراغ، فروحنا على الطاقه انه انت تصحي الصباح ان انا لا اليوم ما بدي انتج، اليوم عقلي خامل. فراحوا العلماء على الطاقة الإيجابية، درسوها صحي مش مثبتة علميا بالشكل الملموس 1+1=2، ولكن المضاعفات والنتائج اللي بتنتج عنها أكيد أكيد هي علمية. بحب أذكر بأولها قبل ما أدخل على طاقة المكان وتوازنه إنه إحنا بدون ما نشعر قاعدين نتأثر مش بس نفسياً حتى جسدياً. والدليل على هيك إنه أنت كمريض لنفرض أو عندك مشكلة بالكلى، لازم تحط في بيتك نافورة، ممكن تكون نافورة صغيرة، ممكن نافورة كبيرة، لكن المية بتنزل فيها مش متسارعة طبعا، هادية، الصوت خافت. هاي بتعمل وأثبتوها علميا أنها بتعمل على تنشيط الكلى، أنها تشتغل أسرع، مما بيخلي المريض الكلى أو الإنسان حتى العادي أنه يذهب لتواليت أكثر من مرة، وهي أثبتت علميا طبعا. فإذا بتأثر كمان مش بس على نفسيتنا، على العقل الباطن يا كمان. صحيح، بتأثر مو بس على نفسيتنا، كمان بتعمل على جسمنا. أثبتوا علميا كمان إنه مريض الضغط الزائد اللي عنده مرض الضغط الدائم، إنه إذا كان محيط فيه لما يجي ينام بده يسترخي، بده يريح مثلا جسمه. إحنا بنعرف النوم إنه كأنه عملية جراحية بتعمل على إنك تترك السلبيات اللي خدتيها بالنهار، تنزل على الأرض وتاخدها الأرض وتبلش تجدد لك طاقة جديدة، طاقة إيجابية. فمريض الضغط إذا كان حواليه بغرفة النوم أي منظر أو إضاءة حمراء أو شرشف أحمر، اكتشفوا انه هو بسرع الدورة الدموية عنده وهو نايم، مما بزيد ضغطه. فبلشنا احنا نربط الاشياء اللي بنحكي فيها عن الطاقه اللي مش مثبته باشياء علميه وحتى مرضيه وغير عن النفسيه طبعا اللي بنعرفها كلياتنا. هذا بالنسبه للامراض. طب بالنسبه مثلا لتسريع الدوره الدمويه مثلا، انا دائما بشوف انه الالوان ممكن انها تساعد وتنشط، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. طبعا هي الالوان بتاثر، ودائما احنا بنقول انا برتاح لما البس اللون الفلاني،
بكون حاسة حالي بنشاط بتألق، علاقاتي بتكون منفتحة وحلوة. هاي بيرجع إنه منذ آلاف السنين طبعاً العلم هذا كان صيني، وإحنا بلشنا شوي شوي ننشد إله ويكون علم جديد قديم، لأنه بقول لك العلم بالصين إنه البني الإنسان مقسم لطاقتين معينات، سموا طاقة اسمها اليانغ اللي هي الطاقة العالية والهالات العالية، وطاقة اليان اللي هي الهالات الأخف والضعيفة. الإنسان لما بيعمل خريطة لجسمه، طبعاً أنت خبير طاقة، بيعرف إنه هو بميل للطاقة اليانغ أو اليان. اليانغ يعني معناها أنت إنسان باور أصلاً بطبعك من الخالق، أنت إنسان دورتك الدموية دائماً شغالة، ما بتنام بسرعة، إنسان منجز أسرع. فهو هذا الإنسان، خلينا نقول اليانغ، ما بصير يلبس أحمر وأسمر أو مش بكل الأوقات، لأنه هو باور بأصله. اليان حتى لو جينا على الألوان، نحكي أنه لون الأحمر والأسود هي ألوان قوية، الألوان القوية، الأحمر بيحرك الدورة الدموية، فأنت بتعطيه للإنسان اليان عشان هو يصير مش كتير هادي ومش منتج، يحفزه شوي. وعندي قصة بهاي بالمكان، كنا بندرس بالدورة تبعت الطاقة وعلى أساس نتعلم فيها إشي ضمن الواقع، فأخذتنا الخبيرة، كانت خبيرة كندية، على حالة بدنا نشوف شو المشكلة تبعها. فتاة بتقول إنها متجوزة إلها 10 سنين، وهاي الفتاة في غرفة النوم ما بتنام نوم عميق. فرحنا احنا والخبيرة نشوف البيت تبعها غرفة النوم، فلقينا انه الزوج متمسك بانه الغرفة تكون خزانتها سوداء والشرشف دايما احمر. هو اتضح للخبيرة لما عملت له الخارطة طبعت جسمه انه هو ين، فهو لما بينام عشان العلاقة الحميمية واصلا التراث اللي من زمان انه يكون يسرع الدورة الدموية عنده، فبميل هو اصلا للاحمر. وهي الست طلعت انها طاقتها يانغ عالية، فاصلا عندها طاقات زيادة، طاقة زيادة كمان تنزل للاسفل. يعني اذا قلت طاقة زيادة، اذا كانت زيادة عن اللزوم معناها اشي مش صحي، بدك تبطئيه. فكانت الخبيرة انه هو متمسك بهاي الالوان، وهي عندها اصلا البوار المرأة، فلقت انه تدخل اللون الاورنجي البارد بدرجاته عشان يعمل التوازن فيما بينهم. وضعت عند الخزانة شوية من البراويز او المناظر اللي فيها الالوان الترابية على اساس تعمل بالمكان وبالاشخاص وبالتنوع بينهم التوازن. تحسنت كونه دخلت انت على غرف البيت، نسال بالاخر تحسنت نفسيتها ولا لا؟ هلا قلت كبير، طبعا ضلينا متواصلين فيها عبر الانترنت والسوشيال ميديا انها بلشت شوي تروق وتنام، وهي شغله مش نفسيه على قد ما هي اعطت نفسها الهدوء. حلو، ممتاز، هي الوان احت لها بالراحه اكيد وبالهدوء. دخلتي عن، احنا بنحكي عن ديكورات منزل، وبلشت تحدثي عن الالوان بغرفتنا، نتحدث عن المري كمان والمرايا الموجود بالغرفه. صحيح، كله هذا بدي احكي عن المرايا. المرايا مش مستحبه بعلم الطاقه انها تكون المرايا بغرفه النوم مكشوفه خارجيه، انك حاطه مرايا على الخزانه، حاطه مرايا بتحيط السرير كامل، هاي دائما ما بتعطي الراحة والتوازن اللي بيحتاجه الجسم على أساس يتخلص من الطاقة السلبية. وكانوا زمان، هي مش بالفطرة على قد ما هي كان يوصلهم العلم بطريقة بطيئة، فهم يفكروها فطرة، إنه هلأ النوم فعلا أثبت علميا إنه أنت إذا نمتي على الأرض بيكون أفضل، لأنه هي أصلا الأرض بتسحب الطاقة السلبية اللي خدتيها طول النهار عشان تعطيكي طاقة إيجابية. فأولا إنه إحنا بدنا نحكي المرايا تكون بالداخل. اثنين، إذا جيت على ديكور المنزل حتى وأنت بتعملي منزلك، إذا كان يعني منزلك جديد، توقف عند هالنقطة. كنا نحكي قبل إحنا بالفاصل بالنسبة للمرايا، يعني إذا إحنا بنجي للديكور الجديد المراية برا، قبل كانت المراية جوا الخزان. يعني أنت عم تحكي انه اللي بيحصل على طاقه ايجابيه لازم يرجع مثلا للديكور القديم شوي. انا ما لازم يتبع الديكور الجديد وشو بيقولوا، حتى الديكور الجديد بتدخل على ست البيت بتلاقي الورد المجفف حاططه باي مكان، هذا بقول لك ما هو مودرن. انا اخصائيه الديكور حطت لي هو، لا عباره عن شيء ميت، كيف بتحط شيء ميت تاخذ طاقتك منه؟ هو بيدل على اشياء مش كمان مش الصباره ميزة. كمان بعرف انا انه لا يحبذ انها تكون يعني في البيت. شوفي الصباره حلوه بأماكن معينة،
باماكن معينه، هي بدك تعرفي وين تحطيها، بس الورد المجفف باي طريقه، الورد الناشف مش لازم ينحط لرؤية العين، حتى لو بلاستيك او يعني شوفي زيني. حتى زمان كان لما تجيكي ورده من حدا عزيز عليك تحطيها جوا كتاب، ما تحطيها برا، هي شيء مات. فانت ما بدك طاقه شيء مات. عشان ادخل لك عليها كمان اكثر، انه قد ايه بتاثر طاقه الاشياء اللي راحت. حدا وحده خاطبه انسان وتركته تركته، بس ضلت محتفظه بالاشياء اللي اهداها اياها، بالاشياء الخاصه فيه، انت تركتي طاقته، ما تركتي طاقه جديده تفوت لك. وزعيها، طيب اهديها، تمام، خلصي منها، خلصي منها. تمام. طيب خلينا ننتقل لموضوع ثاني، نحكي عن الستائر اللي بالبيت، وين لازم نحطها بالضبط؟ على الشباك، كيف مثلا الشباك حتى لازم يكون؟ شوفي التخت وين لازم يكون بالنسبه للشباك؟ لازم انت اذا عروسه جديده او في البيت اكثر من حدا، تعرفي الاولاد شو ينحط لهم لون، والست البيت شو ينحط لها لون بغرفه النوم تبعها، غرفه النوم تبعت الضيوف، لازم تختاري الالوان حسب الاشخاص. ولكن انا بدي اعلق على الستائر، الستائر يا جماعه ما تخلوها كثير تطول. ليه هلا طلعوا الستائر الصغيره اللي مش من الحيطه للحيطه؟ هاي خليها بعد سنه سنتين، جددي الستائر، الستائر تجديدها بجدد الطاقه ودخل لك طاقه جديده، ما بتضل البيت كله او الغرفه يعني. شوف حتى ما لها دخل بالغنى والفقر، الفيلات القديمه اللي هي اصحابها اثرياء، اللي بتضلها البردايه ثمنها كذا ثقيله وبتضلها، بس بنظفوها بخلوها وعدة طبقات انت كمان. شوفي قد ايه بتكون جمود، تلاحظي انه قد ايه بتكون جمود. انا بفضل انه ست البيت تغير بين فتره وفتره الستائر. البعض مش رح يحب يمكن هالملاحظات، يعني صراحه عن الوان الستائر كمان وقديش ممكن توحي الوان الستائر في غرف النوم. ما بفضل الوان قويه بالمره، لانه انت رايحه تعملي ريلاكس ورايحه تريحي وتنامي. الوان رايقه، الالوان الرايقه للاولاد. ما بفضل غرفه المعيشه يكون فيها ستائر قويه كثير، عشان بدهم يضلوا يتحركوا. غرفه المعيشه بدهم ياكلوا او يتفرجوا التي في، يعني تكون وسطيه بالالوان. الالوان للضيف، او انت بدك تقعدي بعد ما روحتي من العمل، عندك مشكله معينه، صايبك اي احباط او كابه، لازم تروحي على فيو اخضر، لانه الاخضر قد ايه بيعطي الراحه النفسيه. هي الالوان بتعكس اكيد بتعطينا راحه اكثر. انت شوفي لما من غير شر تفوتي على عمليه، دائما بدخلك على العمليه دكتور البنج بيكون لابس اخضر عشان يعطيكي طمانينه. مع انه اللون الاخضر عاده بيبتعد بالديكورات المنزليه، قليل ما نلاقي اللون الاخضر عاده، البني والبيج. وانا عاده بعرف انه اللون الاصفر والاخضر اذا كانوا كتار في البيت فهم بوتروا. لا الاخضر يعني ما بيعطيكي نقاء وصفاء، بس يكون فيو، ما يكون ملامسك كثير. البعض بلجأ لحتى ياخذ اللون الاخضر من البيو، هي اللوحات الكبيره المرسومه رسم كالمناظر البيوت مع الورد. انا بدي اقول لك عن اللوحات في البيت، دائما حطيها لوحات بتثير التفاؤل، ما تروحي على لوحات بالمره فيها شيء سلبي او شيء حنيني او رومانسي، روحي على التفاؤل، اللوحه بتعطي المكان. عاده البعض بيختار الجرات، عفوا الجرات الصامده. لا ما بفضل. طيب بما انه عمالنا نحكي عن اللوحات وحتى الصور اللي ممكن نحطها، كثير هلا عمالنا بنشوف انه في كتابات معينه بحطوها على صوره، فهي بتعطي الطاقه الايجابيه هاي وبتحفز النفس انه الواحد اول ما يفيق انه يشوف هاي الجمل فينبسط هيك ويبلش نهاره. فخلينا نحكي عن هذا الموضوع كمان. يعني شوفي الكلمات في الصباح، دائما دائما انا بقول الصباح بلشتي بنهار جديد، خذي طاقات جديده. حتى لو قمتي تعبانة ومكسلة، أعطي لنفسك إنه هذا يوم جديد، بلشي أنت تنفسي وأعطي لنفسك جمل تحفزك. حلو، طب خلينا نبلش. أنا جميلة، إحنا بلشنا في الصباح، إحنا فقنا الصباح، فإيش لازم نسوي؟ خلينا نحكي هيك. أنا ببلش الصباح، خد الدوش المية بالعادة، حتى الوضوء، حتى أي مية بتسحب لك الطاقة السلبية بتنزلها، بتساعد بالصباح اللي أنت عملتي توازن بالليل فعلا يفرغ من جسمك. لما يقول لك تتنشط، مش بس عشان بتكب المية على جسمك، هي المية أصلا عامل إنه بنظفك. كيف أنت بتنظفي وجهك بتحسي إنك بدك تشيلي منه الغبرة، الطاقات السلبية، الأشياء اللي باليوم بالليل برضه، لأنه الطاقة خلينا نقول الخلايا الميتة بلشت تطلع على السطح.
لانه الجسم تخلص منها. بالشاور هذا انت عم تعملي انه تنزلي هاي الطاقه السلبيه. بلشيها بافكار ايجابيه، ما تخلي حدا يدخل لك بافكار سلبيه، او حاولي كيف بتقولي انا اصطبحت في فلان ففرحت لان طاقته ايجابيه، انا قريت الجمله الفلانيه. اذا العكس بعديه سلبيه بدماغك، سلبيه بجمل تاني، انا جميله، انا معطاء، انا اليوم كلي حيويه، ازرع التفاؤل، ازرع التفاؤل لحتى يضل. طيب يعني بصراحه الفقره فيها كثير مواضيع نحكي فيها، لان الطاقه الايجابيه هي فعليا موجوده وبتخليك نحن نستغلها. احد المقوله اللي كنا نسمعها دائما عند العزائم، بالاخص احنا بنحكي عن عزائم رمضان، وكمان حتى في المناسبات السعيده، الزواج، بنلاقي الورود مثل هالورود عندنا اليوم للاستوديو في منتصف طاولات الطعام. تأثير علماء خبراء الطاقة على هذا الموضوع جيد جيد اللي قلتي، لأنه الورد على طاولة السفرة بالذات وبغرفة الطعام بعطي وفرة. علماء الطاقة شافوا أنه الورد إذا موجود بعطي وفرة، كيف يعني بركة للأكل. فأخذت هاي النقطة من أجدادنا إنه الورد رح يعطيكي وفرة. وبتفرق إذا ورد طبيعي ولا ورد؟ لا بفضل ورد طبيعي طبعاً. أكيد أكيد ورد طبيعي وألوان فرايحية، بس أنا الورد مش بكل الأماكن بحببه، لأنه بغرف النوم الورد غير إنه بياخد الأكسجين بالليل، كمان هو الورد بيعطيك تفاؤل وحرارة وإنجاز وعطاء. أنت بدك بغرفة النوم تبلشي أنت انتهاء يومك، تسترخي ريلاكس، تريحي دماغك من الفكر، فهو بيساعد على إنه تضلك الفكرة عالقة بدماغك. مثلا أنا بدي أجي حلقة اليوم، الفكر أكيد رايح يكون عالق بدماغي، إذا كان ورد بده ياخده. وبحب أحكي، بس وإحنا نحكي عن الديكور، وكتير بشوفها الدرج الحلزوني لما بنبني هذا الدرج الحلزوني بيمنع الطاقة الجديدة تدخل البيت، ما بفضله نهائي. ومثبت هذا إنه ما تاخد في الفيلا تبعك درج حلزوني، في المدخل تبعك درج حلزوني، مدخل البيت شرقي ولا جنوبي بفرق. عم نروح إذا بيوت جديدة، خبير الطاقة بقول لك من وين انت تعمل المدخل تبعك وتعمل من وين. عادة هذا حتى لو غيرنا المدخل وفق المكان المناسب، يعني اذا في صغار ما في صغار، بعد المكان او قربه من الشارع بشكل اساسي، كيف ممكن الشخص صاحب المنزل البناء الجديد يوفق ما بين حاجته وين يكون الباب فعليا هو مناسب اكثر امان للبيت؟ اذا كان في ساحه خارج البيت، اذا كان في باركينج لمدخل السيارات، وكمان يوفق ما بين انه هو يختار الجنوب الشرقي لحتى ياخذ الطاقه الايجابيه. صحيح. كل يوم هو طالع من المنزل. صحيح، احنا بنعاني بهاي، خصوصا اذا بيت انت اصلا ساكنتيه، بس بنعمل له علاج اذا مدخله ما بيعطي الطاقه الايجابيه لانه لاسباب بتفيد الساكن. احنا بنعملها شويه لفه هيك، انه قبل ما تدخلي على البيت بتروحي بالمشي هاي، وبعدين بصير المدخل من هون. لازم نجيب خبير طاقه ايجابيه، وكمان خبير ديكور. مش قليل. وليه راحوا ليه ربطوه مع التنميه والتنميه المستدامه؟ لانه احنا بدنا كل افراد المجتمع تعمل على تنميه المجتمع وتكون منتجة، وكل أيامها منتجة. أنا ما بدي إياكي بسبع أيام الأسبوع بس ثلاثة منتجة، بدي أعطيكي إنه الأيام حتى اللي بتفيقي فيها وحاسة إنك مش منتجة وما بدك تروحي على عملك وما بدك تعملي كذا لأولادك، ما بدك تدرسي هذا اليوم، ما تعملي إنه لا، بالصباح تبلشي بطاقات إيجابية، بديكور معين، بألوان معينة، بنفسية معينة، تبلشيها إنه كل أيامك يكون عطاء، وكل أفراد الأسرة يكونوا منجزين، حتى الأطفال حتى الأولاد، أنت إذا دبيتي فيهم هاي الروح كمان حيساعدوك يكونوا منتجين. وإحنا يعني شوفي ألمانيا لما تعرضت للحرب تبعها كيف خرجت منها، كانت تقول كل اللي عايشين على الأرض، طبعا مات منها أعداد كبيرة، لازم يكونوا منتجين، فراحوا على التنمية المستدامة كيف يستغلوا موارد الاقتصاد كلياتها، وموارد الاقتصادية منها المورد البشري ومورد الوقت طبعا، فراحت على انه كيف انه نخلي كل الافراد وكل المجتمع يعمل ايدي بايد وما يروح منه يوم ووقت. من هيك صار هلا العلم الجديد يروح للطاقة، على اساس انا اخلي نورة واخليك انه انتو حدا منتج طول الوقت، طول الأيام، ما أجي وأقول ما بدي أطلع اليوم على البرنامج، بدي أعطي حالي من الصباح
انه وانا صراحه يعني قربت للستين وفعلا بخاف على اي يوم اروح مش منجز، فبصبح حتى زي اي بني ادم ممكن اصبح مكتئبه في موضوع ما شاددني، خلص مودي مش جاي، عشان اعرف اعالجه واكون برضه منتجه في اليوم اللي بفكره. العمر كله طيب، معناته هلا كمان خلينا نرجع نحكي للبيت لانه ابعدنا شويه عن الموضوع. وهلا يعني كنا نحكي قبل انه الطاقه الايجابيه او التنميه البشريه مش كثير تتوافق مع الموضه والديكورات الحديثه. هلا بدي اسال انا سؤال ثاني، دائما هلا بالديكورات الجديده بيحكوا انه احنا ما لازم نكتر الاشياء الموجوده في الغرفه مثلا، هل هذا بتوافق مع الطاقه الايجابيه والتنميه البشريه ولا برضه عكس ممتازة بالعكس بتلائم الكراكيب 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 بتجيب الطاقه السلبيه تمنع الطاقة الجديدة تفوت على البيت. ست البيت أو سيد البيت نقول كرسي انخلع بحطه على شقة، برواز ما بده إياه بحطه على شقة، شيء استغنى عنه عمل ديكور جديد كن في كل هاي الكراكيب كلها اللي كانوا زمان هم من كرمة يتبرعوا يوزعوا لبنتي لبنت عمتي خدي هاي خدي هاي، ما تخلوا كراكيب لا بالمنزل ولا بالملابس. اذا شيء انت حطيتيه وسنه لك ما لبستيه السنه الجاي ما رايحه تلبسيه. الام اللي كانت فينا زمان، انا بنتي قبل ما تتجوز اكون محتفظ لها باشياء بدي اعطيها اياها لبيتها لابنها اللي جاي، لا بلاش ثمني لها مصاري واعطيها اياها بالوقت المناسب، وما تخلي الطاقه تبعت المكان تضلها موجوده وبطلع موديل جديد وبطلع الكراكيب تخلصوا منهم. الاشياء القديمه عشان اقول لكم كمان، انا لابسه هاي من جدتي ستي كان معروف عليها قد ايه هي معطاءه وقد ايه مثابره وقد ايه هي تشتغل منتجه. الطاقات تبعين الموتى بتعطيكي كمان انه قد ايه كانت متفائله وقد ايه الناس يحبوها ويسمعوا كلمتها. ففي اشياء انا كانت مع الوالد مخبيها احبها لانه رايحه تعطيني، بس في نفس الوقت حتى لو عندك شيء بتحبيه وخايفه تلبسيه اعطيه فتره بالهواء والشمس قبل ما تلبسي. حتى البيت اللي بدك تسكنيه، تأجرتي بيت معروف هذا البيت انه مات فيه كذا، في حالة طلاق كذا، معروف تاريخه مش حلو، واحنا بنمر باشياء يعني كلياتنا بنمر بافراح وباحزان. بعطيك خبير الطاقه كيف تتخلصي من ذبذبات المكان القديمه لانها بتاثر وبتلبق. فاذا تاجرتي بيت بعد 10 ايام خدي ادهنيه نظفيه في اسلوب معين، امسحيه بالملح. على فكره قصه الملح ما تخلوا الملح اكثر من 24 ساعه، الملح فيه شحنات، في شحنات بتاخذ الطاقه السلبيه اوكي بتحطوه على زوايا اظن لياتي بتحطي زوايا او بتمسحي فيه، بس اشطفي عاودي بمي نظيفه لانه هو الملح بيمتص كثير الطاقات السلبيه وهو شاحن. كيف انت بتشحني موبايلك انت بتشوفي الشحن اللي بين الموبايل والكهرباء ما بتشوفيها، والملح فيه ذبذبات انها تاخذ السلبي. وين الغلط؟ بتنصحي انه يسم يتم هاي مش خزعبلات على فكره. تفضلي. بتنصحي انه يتم استعمال الملح فعليا للتخلص من الطاقه السلبيه؟ نعم بس بطريقه صح، ما تخليه اكثر من 24 ساعه. هو اخذ الطاقه السلبيه فهو حامل هلا صار الطاقه السلبيه فتخلصي منه. وفي دليل انه بيتك فيه طاقات سلبيه ولا لا، بدي تجيبي ليمونه وهي مثبته ليمونه نضره وناضجه تحطيها باحدى زوايا الغرف. لما الليمونه بالمحصله اذا هي مكشوفه ومحطوطه بزاويه المفروض تنشف وتعطي نشفان شوي شوي، بتحسيها ناشفه زي الليمو، بنعرف الليمو اللي بنستعمله للطبيخ للكبسه سوري. بس اذا الليمونه حطيتيها بزاويه وبلشت تتعفن مو تنشف، في عندك اذا طاقه سلبيه غيريها لما تبلش تعفن حطي غيرها، بتضلي تحطي غيرها لبين ما توصل الليمونه. اذا غبتي عنها شهر انها اعطتك ناشفه ما اعطتك عفن. وهي كمان عشان من الدلائل بس بتكون مفتوحة الليمونة؟ لا لا كاملة كاملة ليمونة كاملة. عشان وقديش نعطيها وقت عشان نحدد بلا ما نظلم نعطيها وقت؟ حطيها بزاوية، حطيها عند التابلو تبع التخت اللي بتنام عليه كم يوم مثلا؟ مش مشكلة إذا بشفتيها معفنة زتيها. خلص إذا أول ما تعفن إذا ناشفة معناها إنها عم تنشف من الهواء وبتنشف بتفاعل إنها بتخلص من السوائل تبعها، أما إذا عفنت معناها في طاقة كبيرة. الله يستر. طب وبهالحالة ضلني بهالحالة نضلنا نحط ليمون، نضلنا نغير الليمون لحتى محبب الليمون يكون موجود تمام. وأكيد نهوي البيت دائما، نخلي الشمس دائما تدخل، هذا كله بيجدد الطاقة الموجودة في البيت.
خبراء الطاقه راحوا كمان اتجاه اذا انت بدك تبني بيت او بيتك على تله عاليه، معروف دائما التله العاليه انها كويسه اوكي، بس طاقتها عاليه كثير كثير، لما تصير الطاقه عاليه كثير بتصير تنقلب للضد، فشو بيعالجوها؟ بيزرعوا زيتون حواليها، فوين موقع البيت؟ خبير الطاقه بقول لك شو تزرعي. محبب للبيوت اللي جاي عتلة أو عالية إنه يكون شجرة الزيتون، وطبعاً شجرة الزيتون معروفة قديه ومذكورة بالقرآن وقديه بتمتص وبتوازن بين الطاقة، لأنه أنت كل ما عليتي صارت الطاقة عالية، الطاقة مش شرط إنها إذا كانت عالية يعني إيجابية، إذا كانت عالية أنت روحتي يعني بقولوا باليانج أنا بدي الإنسان يكون متوسط بين اليانج واليان، عشان هيك أنا ما بقول اليانج أحسن من اليان، إذا أنت يانج وهي يان يعني انت افضل، لا انا بدي اليانج انزل شوي واليان اعلي شوي، لانه احنا دائما نطلب التوازن. نعم. عشان علاقاتنا وعشان انتاجنا. يعني احنا هاي الفقره شملنا فيها كل شيء، الاماكن صحيح حاولت انه يكون كثير ماده هلا في شغله انا كمان حابه بس انه سؤال اخير، انا شفتك حاطه اكسسوارات وحاطه كمان خاتم فيه حجر معين، والاحجار دائما بيحكوا انه هي بتعطي الطاقه، ف مش معقوله شو سريعه البديهه. انا بدي احكي لك عن حالي، انا لابسه اسود أبيض. أنا حدا طاقته يانج، طاقة اليانج بحب أكون إشي ترابي لابسها، الإشي الترابي بدخله إذا ما قدرت باللبس، لأنه أسود وأبيض ما بقدر أروح على بيجات وبني، فحطيت الخواتم هاي على أساس اليانج تبعي شوية يهدى. إذا لاحظتوها إذا الشاشة بتحطها بيبين الأحجار بتبين، هي لون المفروض إنه مش مناسب مع الأسود الأبيض، ولكن أنا تقصدته إنه يكون لحتى يهدي اللون اللي فيه الترابي، لأنه أنا أصلاً ألواني ترابية المفروضة. وكمان إشي تاني هاي لبستها، هي ستي كانت حدا بتعرف ترافي كيف، كانت حدا يستشيروه حدا يحكي فحبيت اليوم احكيها، لاني بدي افوت بمواضيع كثير كثير، كنا قايلين ان المواضيع يمكن ما يكفيها الوقت على اساس ندخل. احنا للاسف هلا يعني خلص وقت البرنامج، بس كثير انبسطنا بوجودك معنا وكل هالنصائح. والله وانا اكثر، وبحب المشاهدين يكونوا استفادوا انه علم الطاقه مثبت ومش خزعبلات، والناس بتخاف تروح عليه على اساس بتفكره نوع من الشعوذه، لا هو اقعد مع حالك، هو فعلا علم ويدرس إذا فهمتها، دبدباتك كثير حتمشيك لقرارات صح إن شاء الله. وأنا مجربها. كل الشكر لإلك وشكرا لوجودك عنا بالبرنامج أخصائية تنمية بشرية في مجال الطاقة إيمان الطريفة، ويسعد صباحك مرة ثانية. صباح النور للجميع. شكرا لإلك، يسعد صباحك. مشاهدينا وإحنا هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم من برنامج فلسطين هذا الصباح، تابعونا بكرة بنفس الموعد على الساعة 8، إلى اللقاء. 9 إلى اللقاء. 9 رمضان.